والله اني كني مالك الدنيا وما فيها. اشهد الله علي يا ريجي اني دخلت في سعادة سعادة. انا كنت وقتها مستانس، بس يا ريجي يلا لك الحمد. هو شارع، هنا محلات ريجي، هنا محل بلاي ستيشن. قلت خليني اروح اسلم على ابو يوسف صديقي، من يوم يورع ابو يوسف لا يعرف. رحت ما لقيت ابو يوسف، وعاين واسوم الشرطان فيفا، وعاين في الكوينز دي كم الشحنات، وعاين كذا اتمشى وطلع على ظهرتي الا في سياره مره كبيره في العمر معها عيالها، يمكن عيال اثنين كبار واثنين صغار. بهاج بهاج شلون؟ قلت والله بخير يا مرحبا، كيف حالك؟ خاله طيبه، واسلم على العيال، ايش حالكم؟ الربع طيبين؟ قالت روح قل يا الله، وقل يا الله. قلت يا الله يا خاله. قالت ان الله يرزقك وان الله يسعدك وان الله يوفقك. وانا قلت الله يرحم والدينا، وحتى ما حتى يعني العيال ما قال بصور معك ولا حاجة. أقسم بالله يا ريج والله يا الماقف ذا، إنه ما قد جاني أو ما قد جاني ماقف زي كذا. بغيت أقول الله يلعن أمه، أقسم بالله إني بغيت أقول يا خالة تاخذين سالم والواوي هدية بالسيارة حقتي كذا بس كذا. الله يوفقك. شلونك؟ قلت له بخير يا خال، انت طيبه ورعات طيبين. قالت له طيب. قالت روح الله يجعل ربي يرزقك وان الله يسعدك وان الله يوفقك. ابكى انا بغيت ابكى واعود انسان من العائله. عيوني تضحك، قد شفتكم عيون تضحك؟ والله عيوني تضحك. اني جيت لسالم والواوي يا عيوني 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 تضحك. اقول الله يجيد عيوني تضحك ولا نرضخ. يا ولد اشهد الله يجعل ربي يوفقها ويصلح لها ويرعانها.